طلب منا أن نرسم نظام المعادلات هذا ونحدد عدد الحلول له. إذن لدينا نظام المعادلات هذا هنا، ويريدون أن نرسم كل من هذه المعادلات ونفكر قليلا حول الحلول الممكنة. إذن المعادلة الأولى هنا سوف أعيد كتابتها حتى أرسمها بنفس اللون الذي أكتبها به. هذه المعادلة الأولى وهي أصلا على شكل ميل تقاطع، واي تساوي 3x زائد 1. نرى أن الميل أو أم يساوي 3، ونرى أن نقطة تقاطع واي، نقطة تقاطع واي هنا تساوي 1. دعوني أوضح أكثر، هذا أيضا هو الميل سلوب، لقد سميته M لأنه معظم الوقت الناس يستخدمون y تساوي mx زائد b. إذا يمكننا رسمه، يمكننا أن ننظر إلى نقطة تقاطع y، النقطة 0 1، يجب أن تكون على هذا الرسم. إذا هذه هي النقطة 0، النقطة 0 1 هناك، هذا هو محور y وذلك هو محور x، والميل يساوي 3. هذا يعني أنه إذا تحركنا 1 باتجاه x الموجب فسوف نتحرك للأعلى 3 باتجاه y الموجب. إذا نتحرك 1 باتجاه x الموجب ونتحرك للأعلى 3. إذا تحركنا 2 باتجاه x علينا أن نتحرك للأعلى 6، سوف نتحرك للأعلى 6 فقط هكذا، لأن 6 على 2 تبقى 3. كذلك إذا تحركنا للأسفل 1، إذا تحركنا لسالب 1 باتجاه x فسوف نتحرك لسالب 3 باتجاه y. إذا سالب 1 سالب 3، لأن سالب 3 مقسومة على سالب 1 تبقى 3. إذا تحركنا سالب 2 باتجاه x فسوف نتحرك لسالب 6. إذا 1 2 3 4 5 6 باتجاه y. إذن هذه هي كل النقاط على طول الخط، يمكنني أن أصل بينها الآن، دعوني أفعل ذلك. دعوني أصل بين النقاط بأفضل ما أستطيع. هذا يجب أن يكون خط وليس منحنى، ليس لدي يدي، ليست ثابتة 100%، لكن يمكنني، دعوني أعمله بطريقة أفضل من ذلك، أعتقد يمكنني أن أعمله أفضل من ذلك. دعوني أرسم، هذا يبدو أسوأ. حسنا، آخر محاولة، هذا يفقدني توازني. إذا آخر محاولة هنا، المحاولة الأخيرة هنا، هكذا بالضبط. إذا ذلك هو الخط الأول هناك، y تساوي 3x زائد 1. دعوني أرسم الخط الثاني الآن، إنها مكتوبة بالشكل النموذجي حتى الآن، 2y زائد 4 يساوي x. نريد أن نجعل هذا على شكل ميل تقاطع، y تساوي mx زائد b. وأفضل بداية هي أن نطرح هذه الأربعة من كلا الطرفين حتى تذهب للطرف الآخر. إذا دعونا نطرح أربعة من كلا طرفي هذه المعادلة. الطرف الأيسر يبقى لدينا فقط 2y، والطرف الأيمن يصبح 6x ناقص 4. إذن 2y يساوي 6x ناقص 4. ثم حتى نجعل كل شيء بدلالة بأن نجد قيمة y، علينا أن نقسم كل شيء على 2. إذن دعونا نقسم كل شيء على 2 ونحصل على y تساوي 3x ناقص 2. y تساوي 3x ناقص 2، إذن تلك هي المعادلة الثانية على شكل ميل تقاطع. إذن نفس التمرين هنا، نقطة تقاطع y تساوي سالب 2، بالتالي نذهب إلى سالب 1 سالب 2 هناك، وميله يساوي 3، ولاحظ أن ميله هو نفس ميل الخط الآخر، بالتالي سيكون له نفس الانحدار. إذا تحركنا 1 باتجاه x سوف نتحرك للأعلى 3، باتجاه y نتحرك 1 للأعلى 3، نتحرك 1 للأعلى 3 فقط هكذا. إذا تراجعنا 1 باتجاه x نتحرك للأسفل 3، نتراجع 1 باتجاه x نتحرك للأسفل 1 فقط هكذا.
وإذا وصلنا بين النقاط هنا فسوف يبدو مثل ذلك. سأحاول أقصى ما عندي حتى أجعله خط مستقيم. إذن الرسم الثاني 2y زائد 4 يساوي 6x، وضعناه على شكل ميل تقاطع ورسمناه. الآن الهدف الرئيسي من هذا السؤال هو أن نحدد عدد الحلول الممكنة لهذا النظام، والحل لنظام المعادلات هو قيمة x وy التي تحقق كلا هاتين المعادلتين. الآن إذا كان هنالك قيمة لـ x و y التي يمكن أن تحقق كل من هاتين المعادلتين، فإن هذه القيمة يجب أن تقع على كلا الرسمين، لأن هذا الخط الأزرق هو عبارة عن كل الأزواج من x و y التي تحقق المعادلة الأولى، والخط الأحمر هو عبارة عن كل الأزواج من x و y التي تحقق المعادلة الثانية. إذا كان هنالك شيء يمكن أن يحقق كلاهما فيجب أن يكون على كلا الخطين. عندما تنظر هنا هل يوجد أي نقطة موجودة على كلا الخطين؟ حسناً، لا، هذان الخطان لا يتقاطعان أبداً. نقطة التقاطع هي النقطة المشتركة لكلا هذين الخطين. لا، هما لا يتقاطعان، لا يوجد تقاطع، no intersection. إذا لا يوجد حل لهذا النظام من المعادلات، إذا لا يوجد حل، no solution، ونعلم ذلك، نعلم ذلك لأن هذين الخطين لا يتقاطعان، وأنت لا تحتاج حتى لأن ترسمها، ونستطيع معرفة ذلك لأن هذين خطين مختلفين، لهما نقاط تقاطع واي مختلفة ولكن ميلهما متماثل. فإذا كان لديك نقاط تقاطع واي مختلفة والميلين متماثلين، بالتالي يكون لديك خطين مختلفين لن يتقاطعا أبدا. وإذا كان يمثل النظام أو أنهما رسمين لنظام من المعادلات، فإن ذلك النظام ليس له حل.